أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج اليوم الموعود أشهد ومشهود قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود أهم على ما يفعلون بالمؤمنين سهود وما نقام منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.